بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين وطاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من ذاكرة الأيام. وضيف حلقة اليوم شخص غني عن التعريف، لكن طبيعة البرنامج، هذا البرنامج الذي أقوله دائما هو الذي يتحدث بصدق عن النفس، وهو البرنامج الذي يبوح فيه الشخص عن مكنونات نفسه. وبنتمنى دائما أن ضيوفنا يكون عندهم القدرة والقابلية أن يعيدوا شريط الذكريات حتى نستعيد حياتنا معهم من جديد. ضيفي وضيفكم معالي الدكتور هاشم الدباس، الوزير السابق والنائب السابق، لكنه ما زال مقتنع تمام القناعة بأنه هو نائب، ومش شرط يكون في مجلس الأمة، لكن هو نائب بدافع عن حقوق الناس في كل مرحلة. وفوق ذلك هو شخص عنيد، والكل بعرف أصدقاء دكتور هاشم كم هذا الشخص عنيد، لكن في الحق. ومع كل ذلك أيضا هو مكافح، رغم أنه من أسرة ميسورة جدا، لكنه مكافح ويؤمن بأنه أحسن جائزة بنالها الشخص لما بنجز عمل بيكون راضي عن هذا العمل. فبدي باسمكم جميعا أرحب بمعالي الدكتور هاشم الدباس وأقول أبو أنور مساء الخير سيدي. شكرا. مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا فيك، لكن باسمك أيضا وباسم يعني القناة بنقول لكل الشعب الأردني مبروك فوز المنتخب، وهذه يعني بشارة خير إنا بالبرنامج، وإن شاء الله يا ربي دائما بنكون على الخير وبنفوز، مش بالرياضة بس، بحبنا لبعضنا وبانتمائنا للأردن وبإخلاص كل واحد فينا لعمله. دكتور هاشم الدباس في برنامج من ذاكرة الأيام، وهذا البرنامج بدنا نستعيد فيه يا سيدي كل مراحل حياتك، وأنا بعرف أنك رجل صادق فيما تقول، وأيضا ما بتحب تخفي الحقائق. اليوم هذا البرنامج بدنا المشاهدين يعرفوا من هو هاشم الدباس على حقيقته، بدون مجاملات سياسية، ولا بدنا نحكي مواربات، بدنا نحكي كل ما في الجعبة حتى بعد رحلة هالعمر الطويل إن شاء الله، الله مد بعمرك، يقول والله أبو أنور هذه المواصفات الحقيقية اللي عرفناها عنه. أنا بعرف أنك من مواليد عام 1931، مش 29 يا سيدي؟ لا زدت ليش؟ طب أنا بعرف أنه بشهادة ميلادك. ما هو بتعرف إحنا بالسابق كان المواليد ما في تسجيل، يحطوك 28 يحطوك 27 يحطوك 29، ما كان في قيود سليمة. يعني لما يولد واحد بالحمرة مثلا أو بالأغوار بده سنة لما يطلع يسجله. يعني ما زدت أنت نقصت من عمرك سنتين خصوصي؟ أبدا. لأن أنا بعرف بسجلات ما لقيت سجلات. طيب إذا دكتور هاشم الدباس من وليد مدينة سلط 1931، يا ربي الله يعطيك الصحة والعافية ومتعك بكل يعني القوى اللي أنت بتتمتع فيها، وهذه يعني من علامات أنه الجسم السليم في العقل السليم. دكتور أبو أنور من أول من حمل شهادة الدكتوراه في الأردن، مزبوط هذا الكلام؟ والله ما بجوز أنا أذكر أنه ما كانش في السلط يعني دكتوراه علوم، بجوز كان في دكتوراه طب. نعم. أما دكتوراه علوم لا أذكر، أنا لا أذكر. نعم. تخصص أنت بماذا؟ بالاقتصاد. من جامعة ميسوري؟ من جامعة كولومبيا في ميسوري، في ولاية ميسوري. نعم. اسمها كولومبيا في ولاية ميسوري. أنا أخذت الماجستير. نعم. من كانساس ستيت يونيفرسيتي، واخذت الدكتوراه من كولومبيا ستيت يونيفرسيتي، الاثنين حكوميات. 1963 الماجستير قبل بسنتين. والدكتوراه 1963. طيب خلينا نقول هذا الاحساس بضروره الاقبال على العلم كان موجود عند والدك يعني؟ والله والدي ما كان متعلم. ما كانش متعلم. اخوي الكبير كان يعني. اخوك شو اسمه بس؟ عبد الله الدباس. عبد الله الدباس ابو مازن. نعم. هذا هو معه توجيهية، معه ثانوية. نعم. وكان يرغب في أن يتعلم حقوق، لكن الظروف ما ساعدته. يعني في ذلك الأيام ما بننكر عليك أنه لو جمعت السلط كلياتها بالعشرينات بلقاش 20 دينار بواد الكرات كلياته. فكان يأخذ 5 ليرات بالشهر وهو موظف في الحكومة، كان يودي لأبوه ليرتين ويصرف ليرتين ويظل معه ليرة. الأيام هذيك كانت الليرات شحيحة. نعم. اما الاراضي كثيره والغنم كثيره والحلال بس كنتوا انتم ميسورين. الحمد لله كان في غنم وفي ارض وفي قمح وفي شعير وفي خير الله جميد وفي سمن كلها من البيت خير الله. طب ليش سموا الدباس عائله الدباس؟ الها والله الها دلاله، يعني ناس بيقولوا اصل الدبابسه من اليمن.
وناس بيقول لي من العراق، وواحد من الخريسات قبل جمعة اتصل فيي بيقول لي انتم من عائلة السفاح. قلت والله يعني كل ما بترقى شوي شوي. اما يعني عائلات السلط كلها جاية من الجزيرة العربية ومن اليمن ومن حضرموت ومن العراق، يعني مختلف والله بيعلم. يعني في واحد اسمه بيك باشا بريطاني ألف كتاب عن أصول العشائر، حط الدبابسة من اليمن، يعني ولذلك الله بعلم. أما أنا أكرمكم عند الله يرقاكم. يا سيدي ليس الفتى من يقول هكذا، إنما إن الفتى من يقول هانذا هانذا. طيب بنعود لملاعب الطفولة وملاعب الصغر. والله أنا أنشأت في عائلة كبيرة، كنا حوالي أولاد عمي وإحنا حوالي 15 واحد، نروح على المدرسة مع سوا، وننزل على أن في الحمرة مع سوا، ونطلع على المدرسة ونهاوش مع سوا، وناكل مع سوا وننام مع سوا. كنتوا تهاوشوا مع بعض الناس؟ كان في غشاء؟ كانت السلطة شيئا وحزابا. كانوا بين، يعني أنا أذكر وإحنا طلاب كان في نوع من بسموه بالإنجليزي جانجز، يعني عصابات. الحارة والإكراد والعشير الفلانية يطلعوا على المقابر يتهاوشوا بالليل. يعني كانت موجودة هاي العادة. ويعني بس ما كان فيها سكاكين، يعني بأدب يعني بأدب. ما حدش عمره مات ولا عمره حد، يعني نعم. يا كالعادي يعني مناوشات أطفال، لكن أطفال لكن العلاقات العشائرية دائما بالسلط محبوبة ومتكاملة ومتواصلة. خليني بالمدرسة، كنت من الطلاب الأذكياء ولا العاديين؟ والله أنا يعني ما بدي من الوسط، ما بدي أقول وسط، أنا من الكارير يعني مستمر في الدراسة، وأنا من الجماعة اللي امتحنوا وأخذوا التوجيه لأول مرة في الأردن. يعني كانت السلطة هي المدرسة الوحيدة اللي فيها طلاب من الكرك ومن إربد ومن، لكن التوجيه اللي أجا أول مرة أو الدراسة الثانوية العامة لأول مرة كانوا امتحنوهم في الكلية الإسلامية، وكنت أنا من ضمن 49 شخص نجحوا في ذلك الامتحان. من المملكة كلها؟ من المملكة كلها. وعلى هذا يعني أنا كنت أطمح أن أتعلم دراسات عليا، واشتغلت بعد تخرجي من المدرسة سنة واحدة، وبعدين اشتغلت بالأشغال بعد تخرجي من القاهرة، رحت على القاهرة. لا بدي أرجع بس للمدرسة. المدرسة أنت كنت مشاكس بالمدرسة؟ والله كنا مش مشاكسين، كنا من الطليعة يعني القضايا القومية، وكان الاستعمار لسه موجود، وكنا نتظاهر دائما يا فرنسا لا تغالي، لا تقول الفتح طال، يعني مع سوريا ولبنان. إذن في مد قومي وفي فكر. ولذلك احنا انا وخمسة ستة كنا دائما في المقدمة، معاي الله يرحم حاكم الخطيب توفى قبل مدة، واللواء محمد عربيات، وعبد مجيد دراتكا، واحمد صالح الدراتكا. ولذلك قد ما كنا احنا يعني سمونا يعني انت مش مشاغبين، بس في عندكم في عندنا حمية قومية. فلذلك نقلونا يعني اول مره، بس مع انه طلاب بنقلوهم من مدرسه الى مدرسه عقابا لهم، فنقلونا احنا حوالي خمسه من مدرسه سلطه الثانويه الى مدرسه عمان العبسريه. نعم. هذا اي سنه بالله؟ والله بدي اقول لك 47 46 هيك شيء. نعم. فمضينا اثرت فيك هذه التجربه؟ بالعكس زادتنا عن شوان. طيب في معي اتصال الاخ احمد ابو دبش. مساء الخير. الله يمسيك بالخير يا سيدي ويعطيك العافيه. الله يعافيك، كيف حالك؟ يا سيدي الله يبارك فيك ويسلمك. يا سيدي بدايه بدنا نشكرك كل الشكر لاستضافتك لرموز الصمت. الله يرضى عليك. لا رموز الأردن يا سيدي والله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، رموز الأردن. نعم. نعم. فإحنا يعني بهالحلقة هاي والله العظيم أثلجت صدورنا أن نسمع من هيك يعني رجالات السلطة ورجالات الأردن مثل ما تفضل، نسمع تاريخهم، شوف يعني ثقافتهم، حتى بيقول لك بالعشرينات. نعم. بالعشرينات كل الأردن جزء ما كانش فيها غير الدكاترة. رموز هذولا نفتخر بيهم. وهم أساتذتنا، هم أبائنا، هم وجه الأردن. أستاذ أحمد أنا بشكرك جزيل الشكر من أعماق قلبي يا أخ أبو العبد على الصفات. بارك الله فيك. هذه رموزة والله. أشكرك. لا بس بدي اسمح لي أشكرك، بس بدي أوضح شغلة. إحنا كل ناس بنستضيفهم حتى نستخلص العبر من قصة حياتهم. يعني نعم. هذا البرنامج هو فعلا يعني
لكل إنسان يبوح في حياته نستخرج طفولته، لكن الهدف كل ضيف فيه له قصة حياة نستفيد منها. الآن راح نشوف يعني معالي أبو أنور شخص يعني بالحق ما في عنده لومة لام، لكن دفع الثمن لكن ضميره مرتاح. فإحنا بدنا نماذج من هذول الناس. أشكر أستاذ أحمد. أخذ كمان اتصال. مساء الخير. مساء الخير أستاذي. أستاذ سليمان حوامدي مساء الخير. مساء الخير، كيفك؟ كيف حالك؟ مساء الخير أبو أنور. الله يسعد هالمساء. أنا أشكر جزيلا على هذا البرنامج. نعم. وكنا نستنى بدايات بدايات الحلقات، لكني أشكرك الشكر الجزيل إنه أطلعت علينا هذه الأمسية الطيبة. أنا لا أرغب بالإطراء والمزيح للرجل، لكني أرغب بالرجل. يا ريت غير موقعك بس في التليفون. موقعك من أبناء الوطن. نعم. من الناس اللي أعطوا للوطن، من الناس المكافحين، من الناس اللي لهم قيمة، من الناس اللي رسموا مع رجالات آخرين في الأردن طريق لهذا الوطن في المعطاء اللي إن شاء الله بيظل بأمن وأمان. الأمر الآخر أخي العزيز، شرف، نحن في الأردن نفخر ونعتز، لا نقول فلان سلطي ولا عماني ولا فلان مرسي، كل الأردنيين أردنيين. أنا أبو أنور لم يكن في بيت أحد الأردنيين يوما من الأيام ضيف، دائما أبو أنور بكون معزب بأي مكان بكون فيه. هذا رجل طيب وهذا رجل ممتاز. واثنين بدي أقول لك أبو أنور، أنا الشيخ سليمان الحوامدي بدي أقول لك أنه أنتوا أصولكم مش من اليمن، أنه دار الدباس أنتوا من الطائف، وأنا أثبت لكم ذلك. سعودية. ولكم جزيل الشكر ولكل الأردنيين، وتحياتي يا أبو أنور ثاني مرة. كل الاحترام، كل الاحترام للشيخ سليمان الحوامدي. الآن يعني اتصال مع الأستاذ عبد الله السواعي كمان مرة ونعود بعدين لضيفنا. تفضل يا سيدي. مساء الخير أستاذ محمود. الله يسعد هالمساء. ونمسي عليك ونمسي على معالي الدكتور هاشم الدباس أبو أنور. مساء الخير. ومنقول له مساء الخير. ويعني حقيقة معالي أبو أنور من الشخصية الوطنية الأردنية اللي احنا دائما بنعتز بها، وحقيقة يعني مفخر لكل الأردنيين، يعني مش بس لمحافظة بلقاء، بل كل الأردنيين من الشمال إلى الجنوب. حقيقة اللي أثبت يعني معالي الدكتور هاشم حقيقة كنائب وكوزير ونائب رئيس وزراء، وعلى يعني كل المناصب اللي تولاها حقيقة يعني بكل مناصب الدولة. فاحنا يعني اليوم انا بدي اساله، وكان يعني نائب لفتره، وكانوا دائما محافظه البلقة ومدينه الصلط له حقيقه شعبيه عارمه في محافظه البلقة، كان خاصه بالانتخابات النيابيه. ما رايه الان بالعنف البرلماني وخاصه المشاجره اللي صارت اليوم واللي كان فيها كلاشنات وهو اطلاق عيارات ناريه داخل قبه البرلمان وكونه خبير برلماني؟ وصل وشكرا. وصل يا